عليه اشتغل. هل الناس يقولوا عنك يعني انك راجل؟ ارفع طيب كيف تعال. خلاص كنا نشتغل على 6 ميل وتوسع البحر، ما هو ما ببينش الانتاج من يوم، يعني نضله فاتح على المدى البعيد بصير انتاج، لانه الاراضي هذه مواسم والارزاق والسمك مواسم، فيكون له موسم هذا المناطق هذه. فالمعاد مش بموسم، الله اعلم مش بحط لهم شيء ذبذبات تطلع السمكه منها، لانه كله تاع السردينه وتاع الجر وتاع الصنار ما جابش انتاج. دخلنا على 9 ميل لكن 9 ميل طلعت فاضيه فشاش ولا اشي فيها على الفاضي، يعني لسه لو مش رحنا على 6 ميل، لو رحنا على الشط على 2 ميل جبنا اكتر، زي ما رفعنا الشبك زي ما نزلناه زي ما رفعناه ولا اشي. اليهود ما مش ليله بتفتحوا، يعني بصريش بتسوينا لما بتقولنا فتحناه، فيش اشي فاضي ولا حاج ولا اشي ولا اشي، يعني بتقدر ولا حاج ولا اشي. 5 ساعات هيك روحه وخمس ساعات روحه جايه طلعت على الفاضي ولا اشي. Thank you.